اليوم نسمع قصيده الاستاذ عبد الرحمن شاعرنا عبد الرحمن الشملاني المالكي الله يعطيه العافيه ونستمتع ان شاء الله مرات اخرى للقاء اخر ان شاء الله. يسلمك يا رب. شرف على راسي يعطيك العافيه. لقاكم والله العظيم اضافه لي الله يعافيك. عرفت من العمر ان العمر ما ينجز الانسان له نهايه وله دايمه تلاقي لها بدايه. فإذا أنجزت شيء الآن يبدأ عمرك من الآن، وإذا مر العمر من دون غاية وش هي الغاية؟ تعبنا نحسب أعمار البشر في حسبة الأزمان وهم فيهم عدد زايد وفاقد وعي ودراية. وأنا من تجربة عمري قدرت أعطي الحياة ألوان، فهذا أبيض وهذا أسود وذا عاقل وذا تايه. قناعاتي ومبدايا تجي ضد الحياة أحيان، لذا أحيان أعيش بلا قناعاتي ومبدايا. صديقي والوصية حبسها نوعا من الحرمان، وانا عندي وصيه للبشر ما عندي وصايه. تعرف ان الصداقه قصر ما يبنى بلا سيسان، واساس القصر رجل يتفق رايك مع رايه وكلمه صاحبك ساحب ما هي صفحه بلا عنوان. احدد بعدها مربى صداقاتي ومربايه، وانا احدد صداقاتي اذا ما كان بالامكان. فحاول قبل ما تصبح صديقي تصدق معي. وقل لي كيف حالك مع صلاتك لذن الاذان، على هذا الاساس اصادقك واجيك برضايه. جميل ان نخش العمر من بوابة الايمان، وحنا قبل نحتاج الهوى نحتاج الهدايا. سنين العمر محدودة بلا زود وبلا نقصان، وانا بعطيك اساسيات وانت عز اخوياي. مطيحك تحت رجل ابوك وامك رفعة فشان، وتوفيقك بهم توفيق دايم ما له نهاية. لا تتأفف ولا تنهر ولا تتعود العصيان، رضا يجلب رضا ولا جناية تجلب جناية. ولا تخطب فلانه قبل ما ينقال بنت فلان، صحيح الزين يعجب لكن الانساب غبايه. ترى اللي يخطب المهره غصب عنه يصير حصان، وخذها بين قوسين الولد لاخواله مرايه. واذا ودك بما يستر عيوبك كرم الضيفان، ترى ثوب الكرم يستر على اخطائك وعلى اخطائي. واذا قابلت متكبر تكبر بس بالاحسان، لا تتواضع مع ناس بدرب الكبر مشايه. واذا منك غضبت الحل تتعوذ من الشيطان، ترى الكلمة ما هي مرسم ولا الأعذار محاية، ولا تزيد العتب ولا الجدل حتى مع الغلطان، ولا يورد على مايك ولا تورد على ماية. ولا منك فقدت اللاش فأنت والله الكسبان، ولا لك نفس جزاعة ولا لك عين بكاية. ولا تفخر بمالك حيث ماشي جيوب فلك فان، وقل يا نفس ليه طاوعك والقبر مثواية. ولا تربط حبل مستقبلك في الماضي اللي كان وتغانم فرصة الحاضر، ترى الأيام عداية. وإذا من صرت شاعر لا تزيد المدح للشيخان، ترى بين الشيوخ وشيوخ بياعة وجراية. ولا تمدح ردي لو ما له يوازن جبل بيضان، ولا تبخس كفو لو هو عدو تلقاه به فاية. وحط لوقفتك هيبة وحط لكلمتك ميزان، وحط بلحيتك شيمة وحول جودك هواية. وخلك محترم والاحترام أولى مع الجيران، وقل يا جار جيرة الطيب ما هي جيرة بناية. وحاول ما تدين وان حصل لا تتعب الديان، ولا تكذب مع نفسك ومعه تصبح حكاية. ولا تمزح بيدك ولا تخلي للشكوك لسان، وترى للسيف ضربة فارس وللبندق رماية. وتعلم ما تنام إلا بعد ما تقرأ القرآن، وحاول في كلامك عادة تستشهد بآية. وتعلم تستعين لحاجتك بالسر والكتمان، وتبسم وانس جرح النفس دام النفس نساية. وترى أحيان الكتب ما تنفعك زي مجلس الشيبان، لأن هذا ملخص للحياة وهذه قراية. صحيح اقرأ الكتاب وفي الكتاب صناعة الأذهان، ولكن الكتب دون التجارب ما هي كفاية. ولا تخون الوطن حتى لو أنه أسوأ الأوطان، إذا عشت أرفع الراية وإذا مت أرفع الراية. وعلى طاري الوطن لو هان كل شيء الوطن ما هان، وأنا اللي أكره أعداء الوطن أكثر من أعدائه. رعاك الله يا دارا زهاك لمن ولمان، لو انك ما سريتي ليلتك في درب مسرايه، ومثل ما صار للحوثي من اول في جبل دخان يبي يحصل داعش في الشمال المره الجايه. سلامتك.